أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا وهذه الحلقة من أرض الذهب. إحنا زي ما تعودنا مع حضراتكم في حلقتنا، زي ما إحنا بنروح لأماكن استخراج الخامات من المحاجر ومن المناجم، وبنتابع المعاملات التي تتم على هذه الخامات من خلال المصانع المخصصة لها، بنشوف أيضا كيفية التعامل النهائي مع هذه الخامات كل حسب استخداماته. النهارده من بين الخامات المهمة جدا التي تستخرج من المحاجر خام الرملة، وده مهم جدا في المعمار بكافة مراحله المختلفة، خاصة في عمليات المحارة. بنشوف مع حضراتكم ايه الخامات المستخدمة والمستخرجة مباشرة من المحجر كالرمال، او المستخرجة من محاجر اخرى ويتم اعادة تصنيعها في شكل منتجات اخرى كالاسمنت والجبس وغيره، وكيفية التعامل مع هذه الخامات. تابعوا معنا هذه الحلقة من البرنامج. أعزائي المشاهدين، يعني النهاردة الخامات اللي هي بتستخرج من المحاجر زي الرمال أو مشتقات تصنيع الأسمنت أو الكرانيش، إزاي بيتم استخدامها في عمليات المعمار؟ معلم عارف أنت مبيض محار. مبيض محار. طيب إيه الخامات اللي دايما بتحتاجها في شغلك أنت هنا؟ بالتأكيد يعني رملة وأسمنت ومية بتخلط وكده، بس لازم مبدئيا يعني الرملة تتهز من قبلها بيوم، تغرق ميه وكده يعني عشان تبقى المونه مزبده او تزداد صلابه كده. ده في المحاره. في المحاره. لو في الكرانيش بتحتاج خامات ثانيه؟ طبعا اللي هو الجبس فينا يفضل مثلا او كده، واسمنت ابيض وكتان لزوم شغلنا. طيب انواع الجبس مختلفه وانواع الاسمنت مختلفه وانواع الرمله مختلفه، هل الرمله اللي انت بتشتغل بيها في المحاره هي نفسها الرمله اللي بتدخل في الخرسانه، هي نفسها الرمله اللي بتستخدم في البناء ولا بتختلف بقى؟ لا بتختلف طبعا. الرمله البيضاء طبعا دي احنا اكتر حاجه بنستخدمها في المحاره، بتبقى كويسه معانا يعني. دي بالنسبه للاسمنت برضو، في اسمنت ما بيشدش بسرعه على الارضيه، ده اللي بنستخدمه احنا في المحاره عشان طبعا بناخد جنب وبعدين جنب وكده يعني. يعني ليه مواصفات معينه؟ اكيد طبعا. خلينا نتكلم اولا عن الرمله، بتفضل بتيجي من فين المحاجر بتاعتها؟ يعني افضل رمله انت بتشتغل عليها تقول والله يا اخوانا عايزها تيجي من محاجر كذا او منطقه كذا؟ بمعنى اصح منطقه احنا نفضل الجنينه والشباك بيقول عليها يعني. مصر النوبه. دي الرمله، مع ان في هنا في غرب اسوان في طريق الكوبانيه في طريق بمبان الحته دي فيها محاجر رمل، فيها محاجر رمل عموما بغرب اسوان عموما، يعني غرب النيل بمعنى صح. والله احنا يعني اللي احنا يعني اشتغلنا عليه او جينا لقينا الناس شغاله بيه واحنا اشتغلنا بيه، وحاجه يعني كويسه معانا. دي الرمله الجنينه والشباك اللي بيقول عليها يعني شغاله معانا. مواصفاتها ايه يعني؟ يعني رمله ايه يعني؟ رمله بيضة وحرشه شويه عشان ما تشققش معانا، في حتى لو زاد اسمنتها ما بتشققش معانا كده. طيب انت في شغلك في تكوينة المونة بتاعتك بتفرق معاك مناطق عن اخرى؟ يعني في وجايه مثلا بتحتاج تركيبة مونة معينة، احنا على السطح مثلا ده بيحتاج تركيبة مونة معينة، في الدواخل بتحتاج تركيبة مونة معينة، ولا كلها تعتبر واحدة بمعنى؟ هي يعني المونة هي كلها واحدة، بس تختلف في السماكة او التخانة بتاعت حسب البؤجة او حسب الوزن بتاعتنا او حسب الدراع. دي اللي بتختلف السماكة بتاعت المونة بس. سمك. لكن السمك. لكن المونة خلطتها هي او السمال يعني الاسمنت الكمية هي الرملة هو اي حاجة. احنا بنشوف برضو صناعية في اماكن معينة بيشعروها يعني المونة الاسمنت بيشعرها بسنة جبس بمعنى اصح. لا ده غلط.
ده انا ما رشحش اي حد احرفه في الزوايا في الاماكن اللي عايزها تشك بسرعه كده يعني. ماشي لو في الزوايا بس يفضل في زيوة حديد دلوقتي طلعت افضل من الجبس عامه. وحتى لو كده ما كناش نشتغل به الجبس اساسا، احنا ممكن نشد الزاويه بتاعتنا ونجي الثاني يوم نشتغل بيها عادي، نشتغل على الزاويه عادي. يعني يفضل انك ما يعني ما تحطش الاسمنت مع الرمله بس، ما بتضيفوش اي اضافات ثانيه للمحاره هنا؟ لا طبعا. لو في حته فيها رطوبه كده في حاجه برضو بنجيبها، لو حته مرطبه وكده يعني بنشتغل بيها. ماده هي بتضاف اكيد ماده سائله. ماده سائله جراكن كده بتضاف بكميات مقننه يعني. الرملة لما بتيجي ازاي بتعاملها انت تتعامل معها؟ بتشتغل ما بتشتغلش بيها مباشرة على طول لما بتيجي؟ طبعا. ايه المعاملات اللي بتتم عليها يعني الاول؟ يعني في بتتغربل وتفضل مثلا حتى لو قبلها بيوم وبنجيبها بنعبيها مية وكده، بنسيبها تاني يوم بحيث انها هي برضو ما تشدش معانا لما نقلب بالمونه. بتغربلها بترش ميه؟ بتغرق ميه وبنرشها ميه. طب ايه فايده الميه هنا بقى؟ الميه ما بتخليش المونه لما تقلبها تشد معاك بسرعه. تبقى طريه يعني. طريه معاك. وبتفضل ما تشتغلش بالرمله الناشفه على طول يعني. لا. ده برضو بتدي برضو مهله للصنايعي ان هو يدرع ويخشن براحته وكده. طيب نتكلم بمصطلحات الصنعه، يدرع يعني ايه ويخشن يعني ايه؟ يدرع هو مثلا الراجل ابو كريم هناك يدرع، الراجل ده بيفرد برضه يعني المسك الجده ده هو اللي بيدرع؟ هو ده اللي بيدرع. يعني الصنايعي الاول الاولاني ابو كريم اللي ماسك المسطره لا المعلم عبد العليم ماسك الطلوج ده ماسك المحاره، والمعلم ابو كريم ده احمد بيدرع وراه كده يعني، ولسه في تزويد وفي تخشينه يعني بيدرع هو بيخليها بيخليها كلها ميه واحده بالظبط، وبعدين بترجع تاني بقى تشوف الحتت اللي هي داخله وطالعه واللي هي اللي محتاجه مونه بيديها، واللي مش محتاجه طبعا الدراع هو بيسويها وكده يعني. بيدرع يعني من الدراع اللي ماسكه ده بالدراع اللي هي الجده الجده الالمنيوم. والفاقد ده بتستفيد منه انت؟ بستفيد منه طبعا لكن تحت الجنب وكده والم تاني. الشريط ده طبعا عشان ايه؟ لازم الجنب يكون طري عشان ما تفصلش الاول. ده عشان لما يحط عليها مونه تاني بالظبط عشان ما تفصلش يعني. ما تفصلش التاني. الوش الاول من الثاني ولا حاجه اسمها تلقيط عندنا. طيب اتكلم بقى عن حته اليات الشغل، يعني ما بتمش كله مره واحده؟ لا طبعا، يعني في شغل بتستنى لما يكش او ينشف وتكمل عليه، وشغل لازم تعمله كله مره واحده. ايوه. ايه الفرق بقى؟ امتى دي تحتاج انك تكملها على طول وامتى تحتاج انك تستنى عليها؟ يعني لو انا ماسك مثلا في جنب غرفه 3 في 3 3 في 4 ايا كان يعني، ده لازم ان انا الحاجه اللي مسكت فيه لازم اخلص الجنب كله مره واحده. لا مسكت مية واحده عشان كله ما يبقاش لحد النص، وثاني يوم تيجي تعمل من النص للارض. لا ده ما ينفعش. بيبان الفرق. بيبان الفرق طبعا. حاجه احنا بنقول عليها الحام. الحام ايه؟ ما بتكتلش معانا كويس. ماشي. في حاجه تاني اللي لازم احنا نسيبها مثلا اللي هي السوكه اللي بنقول عليها الاميه. دي لازم قبلها بيوم بنجي بنشدها بالدراع، وحاجه اسمها قمطه اللي هي السلك وكده بنشدها يوم، ونجي تاني يوم ناخد عليها عشان نكون نشفت. ده يعني ايه يعني؟ لما تخش الاول بتظبط السوك اكيد طبعا. بحيث ان انا مثلا ما استخدمش الجبس. ما تستخدمش الجبس عليها. لما تيجي بقى تشتغل بقى في المحاره على الحيطه نفسها، على توصل عند السوكه تلاقيها ايه؟ جاهزه. جاهزه بالظبط.
وده اللي يخلي دايما مشكله من يعني العيوب انه دايما السمك دي لما تتعمل باستعجال هو الجبس يعني بالسرعه اقلد ولا بتاع تلاقيها اتكسرت اتكسرت وده اساسيات مهمه جدا عشان تبين يعني تبان معاك في طبعا. طب نحول على شغل بقى الكرانيش بقى تمام ليها نظام مختلف تماما اكيد طبعا بتفرشها الاول فرش ولا بتشتغل على طول على العظم؟ لا هي بتاخد الاول الوقت طبعا المونه بتاعتنا اللي هو الحاره العاديه يعني بس لازم بتشرطها المكان ايه عشان لازم تخشن بالظبط الحاجه احنا بنقول عليها زنبره كده ايه تجريح بنعمل مكان الزاويه في السقف وفي الجنب تاخد مثلا بتاع 15 تحت و15 فوق او 12 فوق و12 تحت في السقف والجنب بحيث ان انا لما اخد عجين عليها والكورنيش تمسك تمسك جامد بتجهز حاجه تحت انت طنبات معينه بحيث تركبها بقى اللي هي الفرمه اللي حسب مثلا الزبون ما يختارها ان كان مثلا فرمه ساده او مبوشه اي ان كان يعني بحسب اختياره بجيب الاسطمبه اللي هي بستخدمها بصب باجي ممكن اركبها على طول صب واركب على طول يعني ماشي ومثلا مساله التركيب يعني ازاي تلصق معاك في الزاويه بنفس الخامه اللي هو الجبس بنفس خامتها هي من نفس الخامه يعني الجبس اللي انا بصب بيه بينشف بسيبه بخلعها بطلعها من الاسطمبه بعدين نفس العجين برضو بعجن عجنه ثاني برتب بيها نفس الفرمه تاخد وقت معين وتنشف خلاص بالظبط هل بتثبتها بحاجات مؤقته وبعدين تشيلها؟ لا هي بتثبت تاخد وقت بسيط وانت ماسكها كده يعني. لا هو الجبس ما شاء الله شديد يعني ماشي هو خاصه الجبس عامه على طول كده بيمسك على طول لو في فرم مثلا معلقه في السقف عندك خوابير او حاجات معينه ولا لا ده في حاجه الكورنيشه غير السقف المعلق السقف المعلق ده اللي حضرتك بتتكلم عليه ان هو بيستخدم في المسامير وفيشر يعني بتعمل الاسطمبه بتاعتك من الجبس جاهزه تمام تماسك وتبقى تمام التمام عايز تعلقها وتلزقها في السقف بمعنى اصح الزق في السقف بحاله تبقى معلقه حاجه ثانيه لا انا عايز الزقها الاول في السقف اللزق دي بنفس لما تاخد الدهان خلاص تبقى بنفس الخامه اللي هو الجبس بعجنها عجينه ثاني مثلا وبتتفضى عليها وبتلزق بتاخد وقت معين وبتمسك وخلاص ما تتربطش بحاجه ثانيه لا ما تتربطش عشان برضه بشوفها بعض الاحيان لو مش مثبته كويس بتنزل توجع لا ده معلش يعني ده عيب صنعه الصنعه ولا سوء خامات ما ممكن انت لا لا عيب صنعه خامه يعني بالنسبه لك انت مهمه جدا يعني انت في خامه معينه تقول لا ما اشتغلش بيها ماشي او لو لقيتها وصلت لمرحله معينه تقول لا دي ما تنفعش لا هو الجبس مثلا مع يعني الصنعه كل واحد ماشي في مثلا بياخد وقت وفي بيشد بسرعه وكده بس برضه ده يرجع للصنعه ان هو الحاجه توقع او ما توقعش ده يرجع للصنعه ان هي مثلا كورنيشه شديده او ضعيفه او كده حسب العجين وحسب الكميه اللي الصناعي بيعملها طب بتفرق معاك انت الخامات لما تروح تشتغل في مكان ثاني انت قلت هنا في اسوان بتجيبه من الجنينه والشباك من المحاجر بتاع نصر النوبه تمام لو خدت شغله في الاقصر هتختلف معاك المحاجر مثلا بتختلف بتحس ان الخامه الاساسيه اللي هي الرمله الاسمنت ده واحد تمام الرمله اختلفت معاك اكيد طبعا من مكان لمكان بتختلف معايا الرمله بتتعامل معاها ازاي عشان توصل في النهايه للنتائج الصح اللي انت عايزها يعني ان كان مثلا هنا ممكن مش ضروري ان انا بعد ما اغربلها واهز الرمله اديها ميه مثلا لا هناك ممكن ضروري انك انت تعمل كده عشان تمشي معاك او بتديك نفس الاداء اللي هو شغال بيه مثلا يعني هنا يعني في حاجات ممكن تضيفها وحاجات ممكن تلغيها على حسب اختلاف بالظبط لان الرمله مش واحد بالظبط
يعني بالزبط. اللي في اسوان غير اللي في جنة غير لو رحت اشتغلت في سوهاج او بالزبط او في نجاح حماد او في اي مكان او في اي مكان ثاني. تمام. فانت خبرتك هنا بقى يعني خليتك تعرف ان المكان المحجر اللي جايت منه الخامه طبعا تعرف ايه هتعمل معاه. بالظبط. قبل ما انا اشتغل فيها ابص على الرمله اعرفها دي محتاجه ايه او انا هتعامل معاها ازاي. بتحسب كميه الاستهلاك طبعا الرمله بالمتر المكعب اكيد. يعني بتعرف مثلا المتر المسطح ياخد او المساحه دي هتحتاج كام متر مكعب رمله، وبالتالي تقول انا عايز كام عربيه لانك عارف العربيه بتجيب كام متر مكعب. تمام. انا برضو ببص على المبنى، على مثلا المبنى ده متساوي او مبنى هيعوز سماكه اكتر او اقل، على حسب المكان اللي انا ابص عليه هعرف دي هياخد كميه معايا قد ايه في المواد. وشكل او الخامة. المباني بيفرق معاك اكيد طبعا الخامة. طبعا يعني المباني معدوله ومتساويه والصبه مع الطوب دي بتاخد خامه اكيد جليلة. طبعا خامه قليله لكن مباني بتلاقي ان الكمر طالع ولا الكمر داخل احيانا انت برضو بتعمل عمليه استعدال. يعني لو لقيت ممكن بالهلكي مثلا بالهلكي اكسر الخرسانه مثلا الزياده، او لو كده ممكن اديها وشين وبعدين اديها مسامير في الوش الاول واجي ثاني يوم اديها وش ثاني بحيث ان انا اساوي الحاجات دي. هل انك تحط خامه على الخامه او طبقه على طبقه دي مباشره عشان تعالج الفروق ده ليه حرفيه معينه؟ اكيد طبعا اكيد. يعني ممكن تاخد 3 ايام او 4 ايام انت في الجنب مثلا ان انا اخد جنب معين ان انا اخد اول طبقه وبعدين اجيب في حاجه عندنا اللي هو السلك بقلاوه او كده بيتبقد مسامير ويتطرطش تاني بعد اول وش وبعدين اجي اخد وش تاني ما تحطش عليه مباشره لا يعني. لا ما يستحملش مره واثنين وثلاثه كده. فكره السلك البقلاوه والمسامير دي افادت معاكم في الحوائط اللي هي بالطوب اللبن اللي هي القديمه. تمام. لما بعيد يعني عايزين يحروها بقى بالنظام الحديث لازم تشد عليها الطبق، ما ينفعش تحط طوب اللبن على طول. اكيد طبعا. دي موجوده؟ دي موجوده ولا بطلوها حاليا خلاص كله بقى طوبه حمراء؟ والله في يعني في ناس مثلا مش المستخدمه تفرق. يعني في طوب طبلي وفي طوب اسمنتي وفي طوب احمر. يفرق معاك برضو من حيث انه يعني اللي بيمسك طبقه المحاره يعني الطوب الاحمر احسن ولا الطبلي ولا الاسمنتي؟ لا طبعا الاسمنتي بيمسك اكتر. عشان في مسام مفتحه تمسك معايا اكتر من الطوب مثلا الاحمر. والاسمنتي مع الاسمنتي خامه متجانسه بتجانس مع بعض. بالظبط. الطوب الحمراء تبقى ملسه يعني ناعمه. ملسه بس احنا بنتعامل معاها ازاي؟ بالطرطشه. بتتغسل بتتغسل الاول بالميه وطرطشه بتكون شديده. الطوبه الحمراء برضو بتمسك زي الطوب الاسمنتي بالظبط. كصنايعي ازاي بتجهز الاسطح بتاعتك قبل ما تبدا تشتغل فيها؟ الاول حضرتك بنشوف التكسير اللي عايز يتكسر في كمر او في عمدان او في سقف. لازم اي حاجه روايش او شنابر نكسرها قدام الشغل دي او مبدئيا كده. مبدئيا مبدئيا روايش او شنابر. ايه المقصود بالروايش وبعدين ايه المقصود بالشنابر؟ اللي مقصود بالروايش حضرتك دي بتكون خرسانه بتكون نازله من بين الخشب اللي صبوا المقاول، خشب جديد قديم بين خشب جديد الكلام دي هي دي الروايش. اما الشنابر بقى الشنبر ده بيكون عباره عن حديده كده بيمسك بها اللوح في بعض علشان بعد ما يصب الكاميرا ما تفكش، فده احنا بنشيله قدامنا بالاجن والشاكوش. لازم ده تجهزه الاول. لازم السطح يكون مستوى واحد. لو ما ينفعش بالاجن ممكن تستخدم حاجه اكبر من كده بس. طبعا لازم لو اكبر من الاجن لازم هلتي. لو في سيخ ده لازم صاروخ يقص السيخ الاول. يقص السيخ. لازم. الحاجات دي بتعملها انت بنفسك ولا بيجيبوا متخصصين معاك؟ يعني السيخ ده يجيب حداد، الهلك ده يجيب لوحه صنايعي خاص بيه مثلا، ولا انتم متمرسين تعملوها بنفسكم؟ لا في حاجات احنا كتير بنعملها بنفسنا، لكن الحاجات لما بيكون حاجات ضخمه او كده لازم يجي لها نحات عشان العده بتاعته. تكون عده مخصصه للنحاتي. طيب لما تبدا قبل ما تبدا المحاره برضو احنا يعني برضو بنسال عن نوعيه الطوب.
لو يعني الخرسانة اللي هي السقف مثلا او الكمر او العمدان ده اسمنت. الطوب لو كان طوب احمر او طوب طفلي او طوب اسمنتي بتفرق معاك بقى؟ اكيد بتفرق طبعا. الطوب الاحمر بيكون محتاج مية زيادة لانه ما بيحتفظش بالميه، نسبه الامتصاص بتبقى شديده شويه فيه. انما طوب الخرسانه ده بيحتفظ بالميه. يعني لو هترش مثلا ما تزودش ميه فيه. انما الطوب الاحمر العكس. طب يعني انت لما بتخش تطرطش مثلا بتطرطش السقف على الحواط على العمدان ولا بتطرطش مثلا الطوب الاحمر بس؟ لا طبعا، اول حاجه انا برش ميه. لازم ارش ميه كويس. وبعدين ببدا طرطش السقف. وبعد السقف بخلص طرطشة السقف وبعدين بنزل اطرطش الكمر والعمدان والحيطان اللي هي الطوب. بعد طرطشة بوقت معين تبدا المحارة ولا لا تستنى يعني يوم او يومين او لا؟ لازم الاول اطرطش، وبعد ما طرطش اشد السلك بقلاوة ودقه بمسامير ورادي وكده. وبعدين لازم ابقق، وبعد البقق بعدها بيوم يعني اعبي المحارة. إيه البقق دي حضرتك بنوزن عليها ميزان. بنوزن قطع محارة كده بنوزنوها عشان نظبط الجنب. حتة بتاخدها تظبطها وتشيل تظبط بالميزان عليها حتة تانية. ميزان وخير. تشتغل في البحر ما بينهم. كده تمام. زي البني لما بياخد ترويسة كده، قالب طوب من هنا وقالب طوب من هنا وشد الخيط. تمام. وعلى الخيط ده بيبدأ يمشي. على الخيط بنملي. احنا زي كده برضه. انت بتمشي على كده. عشان تضمن ان اول الحيط. زي الاخر. واخره. زي الاخر. مع بعض دول تلاقيهم ان مية واحدة. نفس النظام كده. طيب. بنشوف اثناء شغلك بقى انت بالمحاره في كذا عمليه، مش فجاه كده بتلاقي السطح املى اثناء؟ لا طبعا كذا عمليه. اول حاجه بنقوم بالفرد اللي هو تعبئه المونه في الجدار. ترمي مونه على طول. ترمي مونه على طول. بس برضه بتكون رميه يعني بمعلمه، اللي هو ما تخليش مكان عالي ومكان واطي علشان بعدين بندرع في الدرع ما تتعبكش. اللي هو الجده اللي بنستخدمها من الالومنيوم. الالومنيوم لا دلوقتي جده الالومنيوم بتكون 3 متر او على حسب، او اكثر من ال 3 متر. على حسب المكان اللي انت شغال فيه. دقتها احسن من الخشب دي بقى. اكيد. لان الخشب الميه تلاقيها بتتلم. وما بتجيبش معاك كويس، يعني ممكن بعد ما الجنب ينشف تلاقي فيه حتت عاليه وواطيه. لكن الالومنيوم الالومنيوم لا، الالومنيوم كويسه بتظبط معاك السطح. وبعدين بتقوم الحته اللي بتبقى مش جايه مبيضه معاك، تبقى اوطى شويه، بنشرطها المحارة علشان المونة تمسك فيها، المحارة ما تنملش. لما اشتغلت بقى انت الدراع ده بيبان معاك الحتت اللي عايز ايوه الحتت الواطية دي بنملاها مونة تاني، بتكون مونة قطرة شوية عشان ما تخلعش تاني من المونة. وبعدين بنقوم بعملية التزبيد اللي هي زي الطرطشة كده، بس ايه اخف من الطرطشة شوية. تزبيد اللي هي المحارة الصغيرة دي اسمها ايه؟ لا دي المس، دي اخر مرحلة. لا التزبيد برضو بنوع من التزبيد نوع زي الطرطشة كده. مونة من نفس المونة للساقط. عشان الدراع ما يبقاش فيه حاجه بسيطه منوره في يعني الاخر. ما فيش عندك هالك في المونه دي؟ كده لا ما فيش اي هالك. حتى الساقط بنزود اسمنت وبنشتغل بيه تاني. تشغله تاني بس وقت معين. طبعا ما يكونش عدى عليه ساعتين. ما يعديش عليه الساعتين. حتى المونه اللي بندربها ما ينفعش المونه تدربها وتركنها. يعني لازم تدرب اخرك مثلا ساعه تكون اشتغلت المونه اللي قدامك. المرحلة الأخيرة بقى اللي هي بتاعت مرحلة التخشين. التخشين اللي بتستخدم له التخشين الخشب. هي اللي بنخشن بيها دي. وبعدين التفويض. وبعدين التفويض بالسفنجة. السفنجة يعني جاية من الفوطة. ايوه زي كأنها فوطة كده بتسطر بيها الجنب. بتنعم. وبعدين عملية ايه بقى؟ المس دي آخر حاجة. محارة المس اللي هي المحارة الصغيرة دي بتبقى حادة، وبتبقى السطح بتاعها مش ما فيهوش أي مكان منخفض ولا عالي ولا كده، بتبقى سطح مظبوط. تمام. انت طبعا عارف ان في مهندس هيستلم منك بعد. اكيد طبعا. لو شغال في مشروعات وعارف ان لو شغال شغل اهالي، يعني ازاي انت بتكون انت الرقيب الاول على نفسك، بتقيم شغلك وتكتشف عيوبك وتعالجها قبل ما يجي حد يعدل عليك؟ ايوه طبعا لازم. انا بعد ما بخلص اي جنب بسلم نفسي الاول على الدراع وعلى كل حاجه، علشان لو جاء مهندس هيبان عيب الشغل، فانا لو عيب الشغل شفته قبل ما يجي هو
هصلح العيب كده هو يجي ما يرجعنيش على الشغل ده. بنستلم على اللمبه. ايه قصه اللمبه دي بقى؟ اللمبه دي حضرتك بعد ما بنخلص شغل خالص احنا، في ناس اللي هو لما الجنب ما بيبقاش مدروع كويس او التخشينه بتبقى وحشي، اول ما بحضرتك بيجي في الاهالي مثلا بتركب اللمض، بتبص تلاقي الجنب نفسه عالي وواطي ومموج على الاخر، يضل نور. ايوه بيبقى مموج خالص، يعني نور اللمبه ده في الاماكن المغلقه بالذات. ايوه بيحدد لك بقى اذا كانت عدله ولا لا. اهو كده تمام، اي ميول تمام. لكن لما بيجي مهندس من الاول بيستلم على عيب اللمبه دي تمام، بتتفادى كل ده بعدين. بعد ما بيشوف خالص في امكانيه انك ممكن تصلح على حسب، يعني في ممكن حاجات تنمل، حاجات تطبل. هي دي الحاجات اللي تتصلح. يعني ايه تنمل برضو في مصطلحات الصلاح. التنميل ده ممكن مثلا يجي ان واحد يعمل سمنت زيادي. السمنت الزياده ده غلط، كميه الاسمنت الزياده دي غلط، خصوصا في العمدان وفي الكمر. ده بيعمل حاجات بتنمل لانه نسبه الامتصاص بتاعته للميه بتكون عاليه، يعني فما بيلحقش تشقيق يعني مثلا. ايوه تشقيق بالظبط. والطبل الطبيل ده هو عيب السمنت الزيادي. اما بقى فاصل العمدان دي بتنمل في حاله انك انت ما تكونش دقق سلك او ما حطيتش سلك. ما هو احيانا بيبقى فيه عيوب مباني، في حاجه اسمها تريح مباني او الفواصل ما بين المباني. تريح المباني ما بيكونش جنب الكاميرا والعمود. تريح المباني ممكن يكون جنب شباك، جنب باب، في نص الحيطه. انما جنب الكاميرا، جنب العمود، ده عيب سلك. عيب سلك. يعني سلك ده اساسي معاك لازم، الفواصل دي بالذات لازم، ما اقدرش استغنى عنه. ما يعملش معاك طبعا عشان الفواصل دي. في ختام هذه الحلقة نشكركم أعزائنا المشاهدين، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من أرض الذهب.